السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله في مقطع جديد. قبل لا أدخل في مقطع اليوم، أول شيء حاب أعتذر لأني تعودت أنزل مقطعين أو ثلاثة أسبوعيا، بس بسبب أني كنت في أجازة، وبصراحة كان عندنا ظروف خاصة ونفس الشيء كنت مضغوط على الآخر فما قدرت أنزل ولا مقطع. ونفس الشيء مثل ما شفتوا أني ختمت الأجازة صار لي حادث مع البي سي. طبعا هذا البي سي أفضل بي سي عندي لأنه في أعلى المواصفات. فالقصة باختصار أني أنا ساكن في مكانين، فالمكانين فيهم سيت اب وفيهم وكل شيء تمام يعني، بس انا مطمع اني اخذ هذا البي سي معاي. وانا شال البي سي، طبعا البي سي فول تاور ثقيل، شال البوكس، ما مشكله الحين في الوزن، انا شال البوكس لكن البوكس مغطي علي ما قادر اشوف انا وين ماشي، بس اشوف قدامي. وانا ماشي نزلت من الدرج لاخر عند حوش البيت، قلت بحط البي سي على الرف وبرجع، يعني بفتح باب السياره برجع اخذه معاي. وانا ماشي على اساس اني احطه داخل في الرف، طبعا ما انتبهت للدرج، على بالي الدرج خلصت منه وخلاص يعني، بس الدرج كان قدامي. وتخيلوا انا ماشي وعلى هالوزن الثقيل وفي الدرج، على طول انا والبي سي في الارض. طبعا البي سي مثل ما خبرتكم ثقيل، وعاده نحن نطيح عندنا التلفون فما نهتم، لانه 90% لما يطيح التلفون تعرف انه ما صار له شيء. لكن انا طبعا بما انه البي سي داخل الكرتون داخل بوكس ماله، لكن بقوه الصدمه انفجر، فالزجاج كله طار في الارض. فخلاص انا قلت البي سي يعني راح. طبعا البي سي مكلفني اكثر من 1000 ريال تقريبا، 1200 او 1300 ريال، فقلت راح عن الفلوس وراح البي سي. يعني انا حتى تعورت يعني في دم، بس ما اهتميت. الحين اريد اشوف البي سي وش اللي صار. بس الحمد لله طلعنا البي سي من البوكس، الزجاج كله متروس، الزجاج داخل وخارج. حصلت الجرافيك كارد، طبعا عندي الجرافيك كارد اللي فيه 3080، الجرافيك كارد طالع والحديد اللي فيه يعني ما اعرف وش اقول، بس مايله على الجانب الثاني. انا استغربت كيف صار كذا، قلت انا يمكن الجرافيك كارد خلاص راح. المشكله نفس الشيء انه البي سي فيه ممرض مائي، والممرض المائي على مثل هذه الصدمات احتمال يصير فيه تسريب فيخرب عندك البي سي. فقلت شوي شوي اطلع اول شيء الزجاج، بعدين عدلت الجرافيك كارد وركبت الجرافيك كارد، والحمد لله شغلته واشتغل تمام، بس كان من قدام الزجاج خلاص ما في زجاج، من الجوانب اموره تمام بس الزجاج الامامي كله راح. ففكرت في حلين او ثلاثه حلول. الحل الاول اني اخذ كيس ثاني وانقل هذا القطع في الكيس الثاني، او اخذ كيس مثل الكيس اللي عندي الحين واخذ القطع اللي انكسرت من الكيس الجديد واركبها في هذا البي سي. طبعا هذا بيكلف، والحل الاول بيكلف، والشباب ما قصروا اقترحوا لي كخيار ثالث اني اخذ البي سي لمحل زجاج، وهم بيصمموا لي زجاج، هذا الزجاج المضغوط على حسب شكل البي سي وبيركبوا لي اياه. فلحد الحين البي سي اللي عندي سبورت، ما في اللي هو الزجاج الامامي، وما الحين ما قررت وش الحل، بس على الاغلب باخذ كيس، اذا حصلت كيس مثل الكيس اللي عندي، وبحط بس الزجاج الامامي، ما اريد اسوي شيء ممكن يخرب علي يعني على المدى البعيد. هذا اللي صار مع البي سي، الحمد لله البي سي تمام. حتى الحين انا جالس اسجل هذا المقطع في البي سي، لو اراويكم شكله يعني شوفوا شكل البي سي هذا، بس انا مغطينه بغلاف اللي هو مثل مال السيارات اللي يحطوا فيه في الزجاج المخفي مال السياره. الحمد لله الامور قطع على كذا، ما اخترب فيه ولا قطعه داخليه. فنرجع ان شاء الله للقناه، وان شاء الله بحاول انوع هالفتره. يعني في انا خبرتكم في المقطع السابق في لعبه ديزي انه بيكون على جزئين، للاسف ما بيكون على جزئين، بيكون على ثلاثه اجزاء، لانه في اشياء حابه انزلها عن المقطع. بعد لعبه ديزي راح انتقل لألعاب ثانية مثل لعبة سكام، على حسب اقتراح واحد من المتابعين بجرب لعبة سكام، ونفس الشيء في ألعاب ثانية راح أنزل عنها في القناة. هذا اللي صار مع البي سي والحادث اللي صار مع البي سي. وخلونا الحين ننتقل للمقطع اللي هو تكملة الجزء الأول، هذا الحين بيكون الجزء الثاني من المقطع السابق عن السيرفر اللي دخلته في لعبة ديزي. أتمنى تستمتعوا بالمقطع، ولا تنسوا دائما اللايك، وإذا كنت ما مشترك في القناة أتمنى تشترك في القناة، ونشوفكم إن شاء الله على خير.
بعد الاكشن اللي صار في المطار رجعت الحين مره ثانيه. لحظه امزح. وش السالفه؟ سلامات. وش ذا اللاعب؟ لحظة بالتصوير البطيء انا ضربت هذا اللاعب هيد شوت. طبعا هذا اللاعب ميت الحين بس ظل يركض لمدة تقريبا دقيقة، شكله صار له ارتجاج في المخ فما استوعب انه هو ميت، ظل انه يركض لحد ما توقف. براويكم بعدين لان رجعت في هذا المكان براويكم كيف حالته عشان اخبركم ان هذا السيرفر غريب بكل المقاييس. I'm dead. اوكي هنا ما في حاجة. لحظة، أول شيء الشنطة. لا أول شيء نكت لك أنت. ما لاعب لاعبين. خلصت من وش هذا؟ هذا مسكين ميت على هالوضعية. اوكي هذا قريب المطار، نشوف المطار اذا فيه لوت. اوكي هو ضايف له الادمن ضايف في اشياء. لكن الخوف اروح هناك يطلع لي ذئاب مثل المرة الماضية. نروح الاشجار، الاشجار احسن. ما انا عارف انه في دب. الذئب يغيب ما مشكلة، لكن كأني سمع الدب. متأكد؟ لحظة عنك. أنا أسمع الدب. أوكي. اوه ماي جاد. لحظة.